العميد الفوز في الجولة الماضية. يدخل العميد وعين في كسب نقاط المباراة التي ستضمن له البقاء بنسبة 90% في دورينا. بالمقابل الصقور الشبابية تفكر في المباراة بأنها نهائي كاس. الفوز هو السلاح الوحيد لكي ينجو الفريق من دور المظاليم. أي تعثر كان بالتعادل أو الخسارة يعني نادي الشباب سيرافق صور ومجيس إلى دور المظاليم.